يعطيكم العافية جميعا. هذا حساب تيك توك حق قناة يوسف ترافلر اللي على اليوتيوب، هذا حسابي في التيك توك، أتمنى أنكم تضيفوني. يعطيكم العافية جميعا. أنا في منطقة أزنقول، المكان اللي أنا فيه يبعد عن أزنقول تقريبا 7 دقائق 6 دقائق بالسيارة. طبعا تكمل من بعد أزنقول تكمل سيدة حصول لكم طريقي بعد شوي، أحط لكم إياه شلون أنا وصلت المكان هذا. طبعا المكان هذا عندهم خيام يأجرونها بالساعة على 200 ليرة هذا المكان. طبعا المكان حلو وايد، أنا أصور لكم الخيمة شلون صايرة. شوفوا تقعدون كذي، شوفوا القعدة طبعا لمدة ساعة هذه، شوفوا تقعدون هني وتشوفون الشلال، عفوا النهر، اوه شلال بالاخير راح ينزل. شوفوا القعدة وايد حلوة. طبعا في مسجد احنا بنصلي وبعدها نكمل الخط. هذا المسجد عندهم، حتى المسجد مطلع النهر بعد. شوف هاي الاطلالة اللي انا فيها، هاي منطقة تهبيم الكاف. شوفوا شو الاطلالة، شوف النهر من كذي يمشي حلو، وفي خيام تأجير هني، تأجر الخيمة هذي على النهر، شي روعة. انا داخل المطعم يعني، شوفوا اوريكم شغلة الحين. شوفوا في المطعم اكل، انا طلعت على النهر اقرب على النهر. نزلنا تحت، شوف الاطلالة، بسم الله شوفوا ما شاء الله. نزل وياكم ليه تحت، شوفوا شوفوا المكان، بسم الله. هذا المكان اول مرة اجيله، حلو، واشوف المكان شنو احسن من حيدر نبي، شنو احسن. نزلة استغفر الله، نزلة شوف المكان ما شاء الله. طبعا في عوائل هني ساكن قاعدين، فما راح اصور لكم، بس مثلا ما علمتكم المكان خيام وقاعدة حلوة مثل ما تشوفون. شوف النهر، شوف الطاولة هذه، طاولة انا ابيها عليكم مع النهر هني، ممتاز. ترى الى الان لاحظت السياحة ما اكتشفوا للحين ما حد عرف المكان هذا.
طبعا اللوكيشن راح احطها بالوصف راح تشوفونه. حيدر نبي صارت زحمه وقديمه صارت، هذا مكان جديد. ودي انزل تحت اضحي شويه، انا امشي بس ما ادري يطلع لي حتى. شوف المكان كذا، مكان جميل جدا.